سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هذا الفنان أشبه بالعصفور بين الأفنان، يتنقل من بلد إلى بلد ومن لون من الأغاني إلى لون آخر، وهو يتميز بالصوت العميق الأخاذ، وهو يواكب عصره من حيث الأغنية السريعة القصيرة أو الأغنية التي يتذوقها الإنسان المعاصر ويعايشها بصدق. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الفنان الشاب الأستاذ سمير الإسكندراني. أهلاً أستاذ سمير. أهلاً أستاذ طاهر. معرفش، هو الواحد كل ما يشوفك لازم يقولك الحمد لله بالسلامة، لأنه بيتوقع أنك لازم تكون جاي من سفر. ده صحيح الحقيقة، فعلاً أنا جاي من سفر. يعني نقدر نقول أنك أنت مثلاً بين المطربين يعني ابن بطوطة الغنائي باستمرار في رحلاته كده. يعني آخر جولة كنت فيها فين؟ كنت في إيطاليا والنمسا، ألمانيا الغربية، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا، بولندا، إسبانيا، اليونان. بتعمل إيه في البلاد دي كلها؟ كنت بغني في معظم هذه البلاد، واستقريت فترة للاستمرار في تخصصي في الديكور والفنون التشكيلية في فرنسا وفي تشيكوسلوفاكيا، وده ما منعنيش من الغناء في حفلات عامة وتسجيل أسطوانات وبرامج للتلفزيون، ثم تصوير بعض أفلام غنائية قصيرة في فرنسا. ده نشاط فني متعدد الألوان والأشكال. صحيح. لكن أنت أصلا هدفك من الإقامة في الخارج فترات طويلة الأغنية ولا فنك الأصلي كرجل ديكور؟ الحقيقة أنا محترف في الاتجاهين، برغم أن دراستي كانت في كلية الفنون الجميلة وفي مادة الديكور بالذات، وأنا بشتغل مدرس الآن في الكلية، إلا أن الموسيقى لغاية دلوقتي مدرس؟ مش عارف بقى لحسن الحظ ولا للأسف. لا، لازم فتحوا الكلية فرع في أوروبا انت بتدرس فيه هناك، ها؟ لكن اخذت اجازه طويله قوي فعلا. فعلا اخذت اجازه طويله عشان ادرس. بقالك كم سنه في اوروبا دلوقتي؟ 5 سنين. وقبل كده كان بقالك كم سنه؟ 3 4 سنين، ثم قبليهم 8 سنين. يعني ايه؟ حكايه غريبه خالص. ها، الحقيقه يمكن الاجازات الدراسيه اللي باخدها هي مبرر، انا ملزم بان انا اكمل دراسات واعمل دراسات في فروع مختلفه في تخصصي، انما بستخدم ده كمبرر عشان يمكنني من الغناء في الخارج. طب انت بيبقى على حساب مجهود اكبر شويه. أي. في الاتجاهين. انما رغبتي الحقيقه ان انا اوصل الاغاني بتاعتي للناس اللي ما يعرفوهاش يعني. بس انت غريب قوي، لانه اللي بيبتدي بالفن التشكيلي بيبقى لصيق بيه، فانت خرجت من الفن التشكيلي الى الفن التعبيري. الواقع لم اخرج من الفن التشكيلي الى الان، ولكن انا بالنسبه لي جوايا بوتقة غريبة جدا فيها الاثنين ممزوجين ببعض، زي مثلا ما نعمل كرسي مثلا من الخشب والجلد مثلا، او خاتم فيه معدن ومعدن اخر. الاثنين بينصهروا جوايا، وبتصور انهم بيكملوا بعض بشكل ان الفن التشكيلي بيساعدني في كثير من الاحيان على جودة الاتقان الموسيقي. بنفس مقاييس النقد في الفن التشكيلي بأطبقها على الموسيقى، فالغريب انها تصلح. في تصوري ده مش غريب، لان قد تكون القوالب مختلفه ولكن المضمون الفني بيكون واحد. وده بيدي لك التذوق الفني في نهايه الامر، يعني حتى تناسق الالوان، الهارموني، هو اذا كانت موجوده في الفن التشكيلي فهي موجوده ايضا في الفن التعبيري يعني. بالظبط. يعني والمتناقضات بين الالات المختلفه والتوزيع الصوتي والى اخر كل هذه الالوان يعني، مش كده ولا ايه؟ بالظبط. طب استاذ سمير، انا شايف انك انت جاي في شيء من الانفعال بتحاول انك انت يعني تخفيه او تكتمه فعلا يعني، وهذا الانفعال بيخيل الي انه هو انفعال فني. انت جاي منين بالضبط؟ مباشرة فورا من الاستوديو 46 في الاذاعة.
كنت بتسجل حاجة؟ كنت بسجل عمل أغنية قصيرة ووطنية. بتقول إيه كلمات الأغنية؟ يا شباب الأرض قدم واسترد، يا شباب البحر شق الموج وهد، يا شباب الجو أعلى أعلى الفوق ومد، أنت بتطالب بحقك والمطالب يستبد، وإن وقفت لحظة واحدة برضو خليك مستعد للدفاع، مستعد للهجوم، مستعد للسلام، مستعد للقتال، مستعد، أنا مستعد. حلوة. يا شباب الأرض قدم واسترد، يا شباب البحر شق الموج وهد، يا شباب الجو أعلى أعلى الفوق ومد، يا شباب الأرض قدم واسترد، يا شباب البحر شق الموج وهد، يا شباب الجو أعلى أعلى الفوق ومد، يا شباب الأرض قدم واسترد، يا شباب البحر شق الموج وهد، يا شباب الجو أعلى أعلى الفوق ومد، انت بتطالب بحقك والمطالب يستبد، وان وقفت لحظة واحدة برضو خليك مستعد، انت بتطالب بحقك والمطالب يستبد، وان وقفت لحظة واحدة برضو خليك مستعد، مستعد مستعد انا مستعد، مستعد مستعد الدفاع للهجوم، السلام للقتال، الدفاع للهجوم، السلام للقتال، مستعد مستعد انا مستعد، يا شباب الارض قدم واسترد، يا شباب البحر شق الموج وهد، يا شباب الجو اعلى الفوق ومد، انت بتطالب بحق والمطالب مستبد، وان وقفت لحظه واحده برضه خليك مستعد، مستعد 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 طب أستاذ سمير، ممكن تحكي لي إزاي دخلت ميدان الأغنية؟ كيف حدث يعني؟ أنا نشأت في الغورية جنب الأزهر الشريف في حارة لها تاريخ اسمها حوش أدم، ستي جدتي لأبويا عندها بيت هناك، وعشت لسن 15 سنة، أدركت بوضوح جدا رمضان وسمعت كويس قوي الشيخ رفعت، وكنت بجيب الفول المدمس ساعة قبل الفطار بربع ساعة وطبق الترشي وحزمة الفجل تحت باط، واروح عشان ابويا صايم، ويعني قلت وحوي وحوي مع العيال، ومسكت الفانوس ونزلت في الحارة. وكان بيجي زمان عندنا في البيت الاستاذ الشيخ زكريا احمد الله يرحمه، وكان بيجي الاستاذ بيرم التونسي، دول اصدقاء ابويا، والاستاذ احمد رام. كان في جلسات بتحصل في السطوح عندنا، كان طوب معصراني وبيتغسل وبيترش ميه وتتفرش حصر وشلت، ويقعدوا لوش الفجر يغنوا ويقولوا شعر ويقولوا زجل، ونشأت انا في هذا الجو، فدخل جواي وبقى جزء لا يتجزأ مني، وما كانش عندي فرصه الغناء على الاطلاق الا اني بسمع ابويا يغني تواشيح قديمه وبصوت جميل بيطرب له أصدقائه. فده كانت نشأتي عموما. وفي يوم من الأيام تحسن الموقف المادي لأبويا، فانتقلنا لشارع أحسن قريب من البلد، وهناك في سنة في بداية الخمسينيات كان في بنت طليانية، لأن الشارع كله طلاينة وكله جريج وكله بتاع، والبقال بتاعنا بقى جورج بابا كرياكو بيبيع بسطرمة بدال الشيخ سيد ومسيد الصح اللي كانت بتبيع
دكتور شوف المخلل على باب حارة الروم. أم سيد الصح. أم سيد الصحية. الصحية. ففوتنت أنا بالبنت الطليانية جارتنا دي، وكنت عيل صغير في المرحلة الثانوية، وما كنتش بقدر أكلمها ولا أقول لها أن أنا بحبك ولا ولا ولا، كانش بيحدث أي حوار بيني وبينها. لما تيجي سينيورا ماريا أمها ويولاندا تيجي معاها، وشي فعلا يحمر، إنما أخش في أوضة تانية لأن أمي تقول لي الستات لوحديهم والرجال لوحديهم عيب، فأروح لأن ده عيب. وأخيرا حاولت فعلا إن أنا أتعلم طلياني عشان أعرف أقول ليولاندا بالطلياني إيه الحكاية. اتعلمت طلياني وسافرت إيطاليا في نهاية المرحلة الثانوية، قعدت شهرين وجيت فعلا أتكلم طلياني، ورحت لأم يولاندا قبل ما أطلع بيتنا، فقالت لي إن يولاندا سابت البيت وهجرته واتجوزت ابن عمها اللي بيشتغل كوافير وهرب وراح اتجوز في إيطاليا. فلم يبقى لي إلا اللغة الإيطالية اللي مكنتني مرة أخرى من أن أعرف 20 يولاندا و30 ماريا، والبلد كلها بتغني، تروح تشتري الصبح جبنة من عند البقال فتلاقيه بيقول لك مش عارف صباح الخير بالمزيكا، وتشتري حضرتك سجاير مش عارف منين فتلاقيهم بيغنوا، 2-3 ستات و4 رجالة ماشيين في الشوارع بيغنوا، في الجندول في فينيتسيا بيغنوا، الشوارع اللي في إيطاليا اللي في روما مثلا بواكي وحاجات كده قديمة ومباني قوطية قديمة، والقهاوي بره الميدان ناس قاعدة وما عندهاش مانع أبدا إن الراديو يبقى عامل غنوة جديدة فيروحوا كلهم مغنيين معاه. فرحت رايح لراجل إيطالي اتعلمت عنده ما يقولوا عنه فوكاليز أو تجويد صوت، اتعلمت عند الراجل ده وكنت بديله ما يوازي 1.5 جنيه في الشهر ويديني شوية حصص الراجل على قد حاله، وعلمني ازاي اغني وافتح صوت. غنيت في الحفلات بتاعت الجامعة، العيال اصحابي وزملائي بيفهموا وما بيفهموش قالوا لي والله صوتك حلو، فمشيت في الحكاية دي. لما رجعت مصر سنة 60 رحت علشان اشتغل في الاذاعه، وقلت لهم والله انا بغني، قالوا لي ازاي بتغني، فكنت سبقت فرقه ايطاليه في سيميراميس بتعزف، وسجلت اغاني الفرقه بريكوردر سمعوها وقالوا والله صوتك حلو يا غدا سمير من التسجيلات. وهنا دخلت فعلا الاستوديو اول مره وسجلت غنوه اسمها الديلا ايطاليه، وفوجئت بانها ماشيه كويس والناس مبسوطه، ومن هنا مشيت الحكايه وبدات اغني في البرنامج الاوروبي انجليزي وفرنساوي وطلياني، اغاني معروفة انما توزع توزيع جديد، الى ان طلبني عبد الوهاب من الاذاعة فرحت له وبعمل معايا 3-4 اغاني، منهم سيلفري نايل النيل الفضي، ونيفر ليت مي جو لا تهجرني اللي غنى معايا فيها بصوته، واغنية اخرى اسمها عمر الخيام، وثم رقصة الدراويش، والى ان سافرت في الخارج وعلقت معايا الحكاية دي. طب هل ممكن نسمع اول اغنية قلتها اللي هي الاغنية الطليانية دي؟ ممكن أو إذا سمحت. Al di là del bene più prezioso ci sei tu, al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu, al di là ci sei tu per me. La 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 la. حلوة يعني طلياني، طلياني تيبيكال يعني طلياني بالنغم طلياني حب بحر أبيض. ازاي بقى دخلت على الأغنية العربية؟ سنة 67 وجدت ان لازم اغني عربي، فضلت اغني طول الفترة دي 7 سنين في البرنامج الاوروبي، وسنة 67 لقيت ان انا لازم اقول هنكمل المشوار، بلدي يغني وموالي. طيب ده اللون الوطني. ايوه. طب ندخل على الاغنية العاطفية؟ اوي ما كان ليش شأن كبير في الاغنية العاطفية بالعربية، يمكن عملت غنوة واثنين فقط. ليه؟ برغم ان في 80 اغنية وطنية في الاذاعة صوت العرب. انا غريبة ليه؟ ايه السبب يعني؟ اقول لحضرتك هو ما فيش سبب مباشر اكتر من ان انا غنيت لسبب معين، غنيت قلت لسيادتك في 67 وكان ده المحرك، فاتجهت الاتجاه ده بانكباب شديد وباستنفار شديد،
غنيت أغاني وطنية فقط، وكانت عاطفياتي منكبة على العالم العربي وعلى عربيتي ومصريتي وعلى أولاد بلدي وعلينا كلنا، هنعيش إزاي وناكل إزاي وحتى انطلقت من هنا لأغنية إنسانية، قلت مثلا يا رب يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية لعجلة الإنتاج، لإخواتي نلبس وناكل ولغيرنا ما نحتاج، اجعلني حبة تفرع وتبقى فدادين سنابل تحضن فروعها الأيادي وتبوس جدرها المناجل، وابدر على الناس محبة وبسمة في كل دار، وإن مت اجعلني طوبة يعلو بيها جدار، أنا إيه لولا الناس بحالها، لولا أنتو إيه فايدتي، لو كنت شخدم بلادي هتبقى إيه لازمتي، ده أصلنا الإنسانية والأب واحد يا عالم وكلنا دم واحد، ألفين سلام لك يا آدم يا رب يا رب. حلوة زي ما انت وصفتها انها لون انساني يعني فعلا، يعني يا رب بلدي، اولا يا رب يعني فيها اولا اتجاه بيجمع كل الناس، فبتبتدي بيا رب وبعدين بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، وبعدين وصلت الانسانية كلها وتقول كلنا اولاد ادم اولاد ادم. يلا نفسي لا من هذه الإنسانية إن الإنسان وخصوصا الفنان الغنائي بيطلع شحنات من المشاعر العاطفية يعني. تمام. وحضرتك قلت لي إنك أنت احترفت الغناء. أيوة. مش كده؟ أيوة. طيب احترفت الغناء وقدمت أغاني عاطفية لأوروبا. أيوة. طب إزاي ما تقدمش أغاني عاطفية عربية؟ أه أه
قد يجوز زي ما سيادتك يعني تفضلت واطلقت علي هذا الاطلاق اللي انا معتز بيه ان انا ابن بطوطه وما بجيش غير كل حين وطائر، ان يعني انا الحقيقه اذا ما كنتش حاسس بحاجه قوي فبفضل ان انا ما اقولهاش. حسيت بان انا لازم اقول اغنيه وطنيه فقلت اغنيه وطنيه. اذا كنت هقول الغنوه عاطفيه انا في تصوري لابد ان اكون مجدد وان اضيف شيء، اذا لم استطع ان اضيف شيء فعليا الا اقول. طب ليه بتضيف الاغنيه اللي بتقولها بالانجليزي او بالفرنساوي وما تضيفش بالعربي؟ في فتره وجودي الطويله وانا ابن بطوطه كما اسميتني كان ده الاسلوب اللي لازم اغني بيه للناس في الخارج. لما جيت في مصر وهقعد في مصر قطعا هيحصل انفعالات وهتخرج مني اشياء انا شخصيا لا ادريها. طيب نسمع اغنيه عاطفيه بالعربي ونسمع اغنيه عاطفيه باي لغه اوروبيه. عظيم. يا هلالا تيرا يا هلالا هلالا يا هلالا غاب غاب عنا واحتاج تيرا را 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 في الهوى ما نابنا غير التعب عيني يا نجمة يا نجمة يم العيون فضة يا نسمة تيرارا يم الجناح وردة تيرارارا يا نجمة يا نجمة يم العيون فضة يا نسمة تيرارا يم الجناح وردة تيرارارا غنيت على الرباب في الصاد والعذاب وسألت علي غاب غنيت على الرباب في الصاد والعذاب وسألت علي غاب جاوبوني جاوبوني بالموال حبيبك حبيبك الهلال غاب عني يا هلالا يا هلالا هلالا يا هلالا غاب غاب عني واحتاجك يا رارارا. ده ممتع ها؟ يعني خليني اقول لك يعني خساره انك تغني قرب. اشكرك يا استاذ طه. عايش يعني. بنسمع منك كده لحن قديم قوي. وبالمناسبه انت كنت قلت لي انه حضرة الوالد كان بيصاحبك زمان وانت طفل في توشيحات وكده. بالظبط. ودلوقتي فرصه ظريفه ان حضرة الوالد وصل ويهمنا نتعرف بيه. قوي. اهلا. اهلا يا سهلا يا استاذ. الاستاذ سمير قال ان حضرتك كنت بتقول معاه توشيح وهو صغير. هو كان بيجي عندي المرحوم الشيخ زكريا والشيخ درويش الحريري، هو رجل يعني ذو باع طويل في الموسيقى، والمرحوم الأستاذ بيرم التونسي والله يطيل عمره ويديله الصحة الأستاذ رامي، وكنا بنعقد جلسات لطيفة. وكان سمير في ذاك الوقت عمره 3-4 سنين، نشأ في هذا الجو واستمر معنا إلى أن أصبح سنه 10 سنوات، فتأثر بالقديم الغناء القديم اللي هو الجميل الأصيل النابع مننا. طب هل ممكن نجدد ذكرياتك وتغني لنا مع سمير توشيح من اللي كنت تقوله زمان؟ يسعدني قوي، ولو انه للاسف الشديد صوتي مطروح شويه، انما هحاول. معلش هنقدر هذا يعني. طيب يا سمير. ليلي يا ليلي يا ليلي الله يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا
تاني. يا غصن نقامك الألم بالذهب تاني تاني. أبديك من الردى بأمي وأبي تاني تاني. إن كنت أسأت في هواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لنبي. يا سلام يا سلام. العصم إذا رآك مقبل سجد تاني تاني. والعين إذا رأت كتخشى الرمد تاني تاني. يا من بوصاله يداوى الكبدا ما تصنعه اليوم تلقاه غدا. يا سلام يا سلام. لو صادف نوح دمع عينه غارقة يا سلام. أو صادف لوعة الخليل احترقت يا سلام يا سلام. أو حملت الجبال ما أحمله دكت دكا وخر موسى صاعقا. ليلي يا عيد جميل. ادي احنا قعدنا لكم جو زمان والله. كان مساعدني ان صوتي يكون يعني في حالته الطبيعيه عشان كنت قدرت تسمعني احسن. وازاي هو علم سمير يا غالي؟ هو في الحقيقه لان احنا ناس شرقيين في نهايه الامر, ومهما دخلنا على الالحان الاجنبيه والايقاعات الاجنبيه والاكتام الاجنبيه ففي نهايه الامر برضه تبص تلاقينا بنترنح لما نسمع النغم الشرقي الاصيل, ولازم نقول اه ويطلع. احنا شرقيين في نهايه الامر وفي بداياته. احنا شرقيين. وبعدين انا بعتبر الغناء ده زي ما اكل ملوخيه خضرة بالانارب, اكل كباب عند ابو هاشم في حوش ادم وصلت الطحينه الاصليه, ما باكلش تسبيتش كينج نيدل اللي موجود في المانيا. يعني طابعي الشرقي لابد ان يكون لي طابع مميز. مش معنى هذا ان انا بنفصل عن الموسيقى الراقيه, لا, انا مع الموسيقى الراقيه ومع التقدم, لكن مع احتفاظي باصلي وبارضي زي المرحوم الشيخ سيد درويش مكان. طيب استاذ سمير ابن عطيه كنت بتقلبوا فينا بين الشرق القديم والغرب الحديث قوي. نسمع بقى اغنيه عاطفيه اوروبيه. طيب. If you go away in a summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. But if you go, I'll understand. Give me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. I've been the shadow of your shadow, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away.
يعني ليه جماله برضو يا اخي, يعني الواحد بيبتدي يتغير. انا قاعد اقول لك اللحن السلق الواحد بيقول, بس ده برضو فيه الانجراف بياخد الواحد كده في التعبير, كلماته جيده, لحنه مهدد. طيب باعتبارك عايشت الاغنيه الغربيه والايقاع الغربي طويلا, هل هذه الاغاني الغربيه وهي واسعه الانتشار الان وخصوصا بين الشباب, هل اثرت على الودن الشرقيه وعلى الودن العربيه؟ هل المستمع العربي النهارده يستجيب الى الوان معينه من الغناء ما كانش بيستجيب لها فيما سبق؟ اللي حصل ان بعض ملحنين الكبار عملوا فعلا محاولات واضحه في استخدام الات غربيه وايقاعات غربيه, منها الفالس مثلا. لا اذكر سيده ام كلثوم غنت حاجه بالشكل ده, الصبر, قالوا لي الصبر, وصفوا لي الصبر لقيت خلو كلام في الحب, كلام في الحب فالس. وبعدين عيني عيني على عشقين, رتم شرقي بحت الى اخره, واستطابه الناس. ما فيش شك ان حصل اعداد, يعني عايز اقول الاستاذ عبد الوهاب هو ملحن ذكي جدا, شاف ان الناس يرقها انها تسمع تركيبه تركيبه مودرن يعني مستحدثه, فعمل برغم انه عمل محاولات من في الثلاثينيات. تم 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 جفنه علم الغزل تم 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 الى اخره. ف رومبا رومبا بالظبط, كانت اياميها مشهوره قوي رومبا. وبعدين لما جات السامبا الناس يعني افتكروا ان الدنيا تطورت تطور هائل الى ان وصلت الى المانكي. دلوقتي الحاجات دي كلها كذلك, ومانكي واسمح هو يظهر ان اتجاه عام, يعني ان الناس يعني حتى الرقصات الحديثه كلها عباره عن انفجارات بالظبط موقعه مش كده؟ بالظبط كده, يعني ممكن يعني الناس على البيست قاعدين يرقصوا بيتنططوا بينفجروا بالظبط كده. واظن انت بتقدر ترقصهم كويس, خلينا نفجر كويس. طب بمناسبه الحديث عن عبد الوهاب, قلت لي انه كان غنى معاك حاجه. ايوه, ازاي ومناسبتها ايه؟ هو انا رحت له وقابلت عنده حسين السيد وقابلت عنده الاستاذ الحفناوي, وقال والله سمير انا سمعت لك حاجات افرنجي خالص, ايه المانع ان احاول حاجات يعني فيها شكل شرقي فيها مضمون شرقي, انما الاطار الخارجي مترجم, يعني نغنيها بالانجليزي مفيش داعي ان احنا نغنيها بالعربي عشان نقدر نضمن لها انتشار في وسط ناس ما بيعرفوش لغتنا يعني. فنفذنا غنى اسمها Never Let Me Go, لا تهجرني, كتب كلامها واحدة سيدة إنجليزية مقيمة في الصعيد بقالها 15 سنة, متزوجة من رجل مصري وشاعر في الصوت, وحسين السيد كتب مقطعين عربي وغناهم عبد الوهاب وأنا غنيت الإنجليزي. هو استبنا ممكن نسمعها دي أوي. From the start, oh, can't you see, you are the one for me. When you're near, sweet flowers bloom and songbirds sing for me. Darling, never let me free, you are my life to be. Only you can make my dream come true. Lie, 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 always love me, you are part of all my scheme, a never-ending dream, when night enfolds me, hold me, don't run away, you are the only one, no other care will do, no other one, my offer made to hold you close to me.
much I love you so. Hold me, hold me close to you and never let me go. If we should part, you would break my heart. Cause when I set eyes on you, I loved you from the start. ليتكتلي عيدني أقولك إيه قلبي وروحي بقولك خدهم يا حبيبي حبك انت اللي بتعيدهم يا حبيبي ساكت لي اوهب لك تاني ايه لاي 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 طب ممكن ناخد جولة كده في يعني انت لفيت بلاد عديدة وكفنان ليك ودن وتسمع الحاجات وتلتقي بالناس وبالفنانين لازم يعني عايشة معاك بعض الحاجات حتى لو ما كنتش بتتقن لغتها يعني أيه. ناخد جولة في الألحان الغربية اللي بتعرفها كويس طب قبل ما نسمع يعني ممكن تقول لي يعني مدعم بالمثل اللي هتقدمه الأغنية الإنجليزية تتميز بإيه والفرنسية تتميز بإيه والطليانية تتميز بإيه واليونانية إلى آخره والإسبانية كويس. في البلد اللي تلفيت بيها كويس الأغنية الإيطالية عموما بتتميز بأن بيبقى فيها مدخل مسرحي جدا وبعدين بعد كوبلي بيعمل حاجة اسمها بريدج كوبري ويروح طالع بنوتات عالية جدا ممكن تطلع أكتاف يعني مقام كامل عن سابقه فالناس تحس كده بأن قلبها طالع معاه وبعدين يقول نوت طويلة جدا ويفتح ايديه قوي 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 طلياني وبعدين ممكن يقفل بحاجة اسمها برافورا جاي من برافو حاجة تخلي ناس سقف فتبقى نوتة اسمها دومينانت صارخة جدا في الاخر والمزيكا تعمل با 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 بي حاجة كده على فيردي الطلاينة كده الفرنساويين مثال ليهم يعني Stanotte amore non ho pensato a te la 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 accanto a me finiva il mondo come sempre gira il mondo gira nello spazio senza fine con gli amori appena nati con gli amori già finiti con la gioia e col dolore della gente come me il mondo accanto a me la 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 ti la 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 ri la 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 pa 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 pi 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 pa pi 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 كده طيب ادي البريدج الاخراني اي من الاغنيه الانجليزيه الغنوة الانجليزي اكثر هدوءا وبرودا من الاغنيه الايطاليه ما فيهاش فيها البريدج بس مش سخن قوي وواضح زي الغنوة الطليانية يعني الغنوة الطليانية كده مزيكا زي ما الواحد يكون اللي في قلبه على لسانه ده كان اللي في قلبه برضو بيكتمه حواليه تحابيش وحواليه ثقافة وحواليه conservative feeling أحاسيس متحفظة فمثلا يقول ايه Lonely table just for one In a bright and crowded room When the music has begun I drink to memories in the gloom To let her sound the way it used to be Before you left and changed all the sadness هنا برضو موجود البريدج إنما مش بسخونة الطليان الفرنساوي حكاية البريدج دي يعني ده حتى عندنا اسمها اللازمة اللازمة بس بتختلف من بلد لبلد عندنا في العربية لابد أن أستمتع بالقفلة الممتعة دول لازم نقوله القفلة الممتعة عشان تقول يا سيدي عشان تقول يا سيدي اللي هي دي البرافورة في الطلياني اللي يسقف لها الناس بعد البريدج
الفرنساوي الفرنساوي intellectual song، أغنية ذهنية جدا. حتى الحب جان بول سارتر عداه، فبقى بتفكير وبمنطق وليه وعشان ايه، يحلله كل الاحاسيس لدرجه انها بقت حاجه مزعجه جدا يعني. حاجه بقى علميه ومدرسيه. ف وفي طريقه الاداء يعني في المزيكا زي ما قلت على الطلياني والانجليزي، طريقه الاداء الفرنسيه اجريسيف معتديه حاده لانها واضحه ذهنيا جدا. فيقول ايه que de chansons non chantées que pour toi، لازم تك تك. que de chansons qui racontaient nos joies et de nos corps apaisés sous nos draps le quotidien le déchirant miracle que de chansons d'espoir ou de retour que de serments que de cris et الى اخره. موريس شيفاليه هو المايسترو بتاع الحكايه دي، وبيخليها تبقى يعني قوالين اكثر منهم مغنيين، اداء بيعتمدوا عليه. صحيح. طب الاغنيه الاسبانيوليه، الاسبانيولي بقى اقرب حاجه للعربي. ايوه الحقيقه، بالذات الزيجان، وصعب قوي ان انا اغنيه لان ما فيش التريوليهات او العرب الكتير قوي قوي المتلاحقه قوي قوي اللي في المزيكا الزيجان الاسباني. والمزيكا الاسباني متاثره بالعربي 100 مليون%. حتى في عصبية ناخد نموذج صغير كده، حتى صغيرة أنت تذكرها يعني. أنا ما فيش زي غير ميلوديهات يعني مثلا يعني حاجات كده، مش قريب من التركي كده أو اليوناني أو والتركي خده منين؟ ما هو عربي. ورد إلينا مرة أخرى. فعلا يعني هو في ده اللون الأندلسي القديم يعني. بالضبط. وقبل الأندلس ما هو كان في مزيكا العربي في بغداد وفي دمشق. في بغداد ودمشق. طيب لاغاستالاغو كيك سيكاستي كمي ما نيكتو بونو كنيكتو ثي كمي من تلو ذاكري مي دمان تليزو لا 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 لا. ده اللي أذكره من أغنية يونانية قديمة. كلمة في كلمة بنروح سوا بندوب في السماء. لكن طابع الأغنية اليونانية يعني برضو عموما تحليلها يعني. هو الأغنية اليونانية ما فيش شك أنها في الأصل الأغنية اليونانية شعبية متأثرة تماما بالتركي، والتركي متأثر بالعربي. الرجل المؤلف بتاعهم اللي اسمه ثيودوراكيس اللي كان عايش في فرنسا مدة طويلة، الحقيقة برع وخد اسمه على مستوى العالم وهو مقيم في فرنسا وبيستفيدوا بيه جدا نتيجة انه عمل مزيكا يونانية شكلها تركي. ونقدر نذكر منها الحتة بتاعت زوربا مثلا، انه جاء راح عامل مزيكة فيلم ضخم جدا بآلة واحدة اسمها السنتوري، والسنتوري هو القانون القانون. اي تم تنانانم ترم ترررم من غير فرقة كبيرة ولا حاجة، بسنتوري واحد. وبعدين تطورت المزيكا، ما اقدرش اقول تطورت، تأثرت برضو بالتيار العام طبعا، انما مش تيودوراكس اللي بيعملها. تيودوراكس مؤلف شعبي يوناني شكله شرقي جدا مش بعيد عننا. طب ظريف، بعد الجولة دي في اوروبا نرجع بقى الجولة في العربي بقى. كويس. يعني نشوف الوان من البلاد العربية المختلفة يعني. كويس. ممكن على قد ما احضرك يعني. على قد ما احضرني انت. ما انا الا بشر عندي قلب ونظر، وانت كلك خطر ما تبقاش تحقق فيا. ده مغربي. ده مغربي. مش تحقق فيا ما تبقاش تبص لي يعني. طيب في ايه كمان؟ انا بيعجبني قوي الجبليات اللبناني والقواله بتاعتها، وحتى في عن كامل المشوار حاولت ان انا اعمل موال في الاخر شكله لبناني علشان يبقى فيه طابع الشمول العربي، اللي هي الأوف والحاجات دي ولا ايه قصدك ايه؟ يعني مثلا الحبة دول دول بتوع ابو الشام زورها ظريفة قوي فيها اصالة قوية جدا. ما هو فهد بيحاول يدي جزء من هذه الالوان، هو من المنطق الحقيقي بيحاول يدي الاصداء دي اللي بتبقى موجوده في الباديه. طيب في بلاد عربيه تانية؟ في بلاد عربيه عظيمه جدا والحان حلوه قوي قوي قوي،
وليهم شعبيات رائعه، انما لا يحضرني منها للاسف الشديد حاجه. طيب في الجوله السريعه دي بقى نستقر شويه في مصر، تقول لي الحان منوعه من مصر يعني. بتهيألي ما نقدرش نتكلم عن مصر الا لو يعني فوتنا على سيد درويش كده، ولا ايه راي حضرتك يا استاذ طارق؟ زي ما عجبك يعني، اذا كنت عاوز تدي صوره من المطربين سواء القدامى او المحدثين، او عاوز تاخدها بلاد بلاد زي ما انت عاوز. رايت رايت ايه بقى احنا في انجلترا؟ طيب حسنا 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 عظيما. انا هويت وانتهيت، وليه بقى لوم العزول؟ يحب بإني أقول ياريت ياريت الحب ده كان عني زول، ما دمت أنا بهجر بهجر ارتضيت بطريقه عبد الوهاب انت. ها كان عبد الوهاب بيقول يعني النبرات الوهابيه في اللحن محطوطه شويه على سيد درويش. طيب طب ما تديني يعني من سيد درويش حاجه من الحاجات الجماعيه اللي كان بيقولها. ما هو اصله كان ليه لونين، اللون الفردي العاطفي ده اللي بيتجه فيه برضو الى الموسيقى الكلاسيكيه القديمه، واللون المسرحي بقى لما بيكون في اوبريت ومجاميع بتغني وبيقولوا يا سقايين سلمى يا سلامة معرفش ايه حاجة كده سلمى سلامة لطيف. يعني سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلام، سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلام، وقف يا وبرو ربط عندك نزلني في البلد دي بلا أوروبا بلا أمريكا، ده ما في شيء أحسن من بلدي، دي المركب اللي بتجيب أحسن من اللي بتودي، يا اسطى بشندي ويا سلمى يا سلام ما رحنا وجينا بالسلام، قربة يا ما بتوري بتخلي صنايع بيرطم، دي الغربة يا ما بتوري بتخلي صنايع بيرطم، مطرح ما روح العربي ده برضو طول عمره زوت فنن، وحياة ربنا المعبود وي ار فيري جود يا اسطى محمود، قدها وقدود ويا سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة، سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة، سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة. يعني لذيذة. طب بالمناسبة هو بيقول لك بلا أوروبا بلا أمريكا والغربة وبتاع، وأنت يعني جربت الحكاية دي، إيه رأيك في الكلام اللي بيقوله هو؟ ما أنا جيت أهو. ما أنت جيت وهتتغرب تاني. أيوة أستاذ سمير لسه إحنا في الجولة.
نقول مثلا صعيدي. اه ظريف. طيب يا بهية وخبريني ابويا اللي جا تل ياسين اي عيني اللي جا تل ياسين قتلو السود عيني يا ابويا من فوق ظهر الهجين اي عيني من فوق ظهر الهجين يا بهية خبريني يا ابويا اللي جا تل ياسين اي عيني اللي جا تل ياسين قتلوه سود عيني يا ابويا من ترهجين اي عيني من فوق ظهر الهجين. مش متذكر النص الحقيقة. طب أستاذ سمير متهيأ لي بقى علشان إحنا بعترنا شوية بين الغربي والشرقي نعود لأصلنا ونختم بأغنية شرقي تغنيها ويغنيها والدك برضو هي صاحبك والمجموعة اللي قاعدة معنا الإخوان اللي جم يسمعونا وإحنا بنسجل. عزيز. إيه رأيك؟ أوي أوي. يا صلاة الزين صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا صلاة الزين صلاة الزين على بلادي يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على بلادي يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عروبتنا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عروبتنا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين واحنا صامدين يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين واحنا صامدين يا صلاة الزين عزيزة شاب والله شاب شاب وشباب نوادرة تخلب للباب وضفايرها حتى الكعب ومبسمها لولي وشرب قمرة ليلة عشرة واتنين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا مداحين قولوا هاي يا مداحين قولوا على عزيز بنت السلطان صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا بسعد فارس معدود على صيته شاب المولود يا بسعد فارس معدود على صيته شاب المولود على كتافه يجفوا سبعين على دراعه يبنوا قصرين على شنابه يجفوا صقر فجرة شعرة بين النهرين يا صلاة الزين على بسعدة يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على بسعدة يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على بسعدة يا صلاة يا صلاة الزين يا صلاة الزين علينا احنا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين علينا احنا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين عليكم انتوا يا صلاة الزين شكرين قوي يا أستاذ سمير على الجولة الظريفة الممتعة
والسهرة الحلوة فعلا. وأيضا حضرة الوالد اللي صاحبنا في بعض المواضع في هذه الرحلة, ومشكرين للإخوان اللي حضروا معنا, شكرين لكم جميعا. ولا فضل الله لك صوتا, وإن شاء الله ربنا يكرمني بعودة أخرى ولقاء مع حضرتك في برنامجك العظيم, عشان يكون لي فرصة أن يستمع إلي الإخوان العرب الأعزاء. ألف شكر. أيها السادة, شكرا, وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع السهرة المفتوحة, لكم مني أطيب المنى طاهر أبو زيد.